معاكم فيديو جديد من قناتكم، يلا بينا نلف الدنيا. وهنلف فين النهارده؟ بإذن الله النهارده هنلف في باكوس. فين في باكوس؟ في شارع سينما ليلى. طبعا سينما ليلى من أشهر الشوارع اللي في باكوس، كمان شارع الإسعاف برضو من أشهر الشوارع اللي في باكوس. شارع كبير وحيوي ورئيسي، وزي ما احنا شايفين كده قدامنا يعني العربيات والتكاتك رايحين جايين فيه. بنروح ازاي باكوس؟ بناخد حاجة من الساعة او من محطة مصر بقى تودينا باكوس. طبعا في الاول كنا بناخد القطر، كان اسهل وسيلة مواصلات للموضوع باكوس ده، ولكن دلوقتي طبعا على بداية مارس باذن الله هيوقف تماما. لا ايه بقى، في ملابس بتاع ملابس وبتاع عصير قصب، وكمان في بتاع ده محلات بقى ساعات برضو، سوبر ماركت وفرع اتصالات وفرع اورنج وحلواني ابو عمار برضو من الحلوانيين المشهورين في اسكندرية، موبيليا بتاع لحمة وبتاع اجهزة كهربائية، حاجات كتير ما شاء الله. شارع حي وحيوي ورئيسي من الشوارع يعني حيوية اوي. كنت عاملة فيديو باكوس غير ده تماما، برضو كان في حاجات مهمة بإذن الله هسيبها لكم في التعليقات. برضو هنلاقي بتاع مخبوزات وبتاع مراتب، حاجات مفروشات وسجاد والكلام ده كله. برضو و500 المكنة السوداء المستعملة اللي هي بتاعت زمان دي، وطبعا عارفينها كلنا موتورها افضل وبدل الصيني والحاجات اللي طالعة اليومين دول بتفوز بسرعة. وبقى 2700 المكنة التانية منها الجديدة، 2800 بالقعدة بتاعتها. وفي حاجات تانية اقل كده في شارع سينما ليلى ده، يعني هلاقي ما شاء الله حاجات كافة شيء، حاجات برضو بتاعت الغاز والتركيبات والكلام ده كله، ملابس وموبيليا والهندس دي على طول الشارع زي ما احنا شايفين. برضو عيادات، برضو دكتور أسنان ومش عارفة حاجات الحلل بقى والحاجات المطبخ، برضو للتجهيز والكلمن والكلام ده كله موجودة. برضو ثواني بكام الحصيرة؟ كبيرة سالين السرعة. الجهاز الكبير اللي بره ده جهاز متر و80 في 3 190، في حاجات اكبر وفي حاجات اصغر. بس ال 180 في 3 190 جنيه الكبير اللي بره. ال 210 في 3 220، الصغيره بقى خالص 90 في 3 100 150 في 130 في 100. برضه المراتب اسعارها متفاوته، في حاجات 600 وفي حاجات 900 وفي على حسب المرتبه وقامتها والكلام ده كله. برضه كمان نقدر ناخد ترام رقم 1 من محطة فاكتوريا او محطة النصر وننزل بيه عند باكوس، أو لو انتوا جايين من ناحية محطة الرمل ممكن ناخد الترام طبعا من محطة الرمل لحد باكوس برضه. Thank you.
النهارده كلمه عن الشهيد هو قال له